صرح سعادة الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان أن صندوق الزكاة والصدقات بالوزارة وبدعم من البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد من أهل الخير أقر صرف سهم الغارمين لدفعة جديدة من المعسرين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بسبب مديونياتهم وقد عجزوا عن سدادها. وأكد القطان أن صندوق الزكاة والصدقات وللعام الرابع على التوالي يقوم بصرف سهم الغارمين من حساب الزكاة، حيث أجاز صرف 133 ألف دينار لتسديد ديون دفعة جديدة من المعسرين الذين صدرت بحقهم أحكام بسبب مديونيات مالية تراكمت عليهم ولم يستطيعوا الوفاء بها، وقد صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر أو الحبس لعدم سداد الدين. وأشار القطان إلى أنه تم استحداث عدد من المعايير للاستفادة من مبادرة سهم الغارمين، حيث تم تحديد سقف أعلى للمبلغ المسدد لصالح المستفيد من المشروع ليكون بواقع مبلغ لا يتجاوز 5000 دينار بحريني تسدد في ملفات التنفيذ المنفذة في مواجهته ولمرة واحدة فقط، على أن تكون الأولوية في الاستفادة للأكبر سنا مع مراعاة الظروف الخاصة للنساء وكذلك ذوي الهمم. الجدير بالذكر أن حملة سهم الغارمين ساهمت خلال السنوات الثلاث الماضية بتفريج كربة 381 معسرا بكلفة إجمالية تقدر بنحو 800 ألف دينار بحريني.